هوية بريس. واحد العالم نفسي كندي، وانا اعجبت بهذه المادة التي طلعت عليها البارحة واشارككم فيها. واحد العالم نفس كندي والبروفيسور جوردن باترسون. هذا السيد عالم نفس وعنده دراسات تعتمد على الدراسات العلمية بالارقام. ماذا صرح؟ قال هناك فوارق بيولوجية جسدية، لان يعني المساواة هي اصل كل هذا، ولا هذا الشيء غادي المسار بالعالم حتى ما يبقاش فرق بين المرأة والرجل. هذه دابا الإرادة اللي غادا فيها البشرية، يولي عندنا جنس واحد. المرأة تخيلوا، انا غادي نجيكم لواحد المؤتمر كنت حضرته، داكشي تيخلع في المغرب الدار وجايبين اساسيد، وهادشي غادي الله يستر فواحد المسار خطير جدا. قال هذا العالم النفس الكندي هناك في جامعة تورونتو، قال هناك فوارق بيولوجية جسدية بين الرجال والنساء، فوارق بيولوجية جسدية، وهي تظهر في طبائعهم، كتظهر في طبع الرجل وطبع المرأة، وفي اختياراتهم الوظيفية، حتى في اختيار نوع الاختيارات ديال الوظيفة كتأثر. وهذا كلام علمي، قلت انا هادشي تيبان لينا حنا بسيط، كلام بديهي بسيط معروف، ولكن يثبت بالعلم وبالمنطق وبالتجربة. هادو جربوا هادشي وداروا مجموعة ديال الدراسات باش يثبتوا هادشي. هذا الكلام يتصادم بشكل كلي مع توجهات الدول الغربية ومع رؤية الإعلام بشكل خاص، أن الإعلام ما تتكلمش على الفوارق، تتكلم على المساواة، 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 حتى أن إلا قلتي الفوارق، ولا إلا قلتي للرجال عليهن درجة، ولا إلا قلتي الرجال قوموا على النساء، كتولي عندك عقدة النقص، والذكر ولا عنده هذا، والمرأة في واحد الوضعية الضعف، وهذا هذا إشكال نفسي، إشكال نفسي وإشكال تبعي، إشكال ديال التبعية للآخر. خليني من الممارسات اللي عندها علاقة بسلوكية الإنسان الذي قد يخطئ، ولكن خلينا في قدسية النص وقدسية المرجعية. قال هذا الطبيب، هذا العالم النفس، إذن قلت كانت النظرية السائدة هي أن كلما اتجهت المجتمعات نحو المساواة أكثر زاد التشابه بين الرجال والنساء، ولكن اللي بينت الدراسات لم يكن ذلك ما حدث. النظرية اللي كانت تبنى عند المجتمعات الغربية والخطاب أن كل ما مشينا في المساواة ديال الفرص، وهما كيمشيو بعيد، ماشي غير المساواة ديال الفرص، كيتحدوا على المساواة ديال النتائج. ولكن خلينا في المساواة ديال الفرص اللي هي مطلب واللي حنا حتى حنا معاه، أن تكون الفرص متساوية أمام الرجال والنساء. ملي طبقت واحد الدولة اللي هي الدول سكندنافيا، السويد والنرويج الدنمارك وايسلندا، هادو من اكثر الدول التي طبقت المساواة حتى وصلوا لمساواة الحضانة، داكشي مشاو فيه بالمسطرة. فالنتائج التي وصلوا اليها بالدراسات العلمية، وهاد الدراسات داروها ناس من اليسار، ماشي نقولوا يعني ناس حاملين داك الخطاب وداك المنظومة ديال النسوية وديال المساواة، والمرأة خصها تحضر، خصها كذا، خصها كذا، ونحيدوا الفوارق. وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا أن الرجال والنساء ذات المجتمعات لم يضعوا أنفسهم في نفس الخانات. لما ترك لهم الخيار الكامل قراراتهم كانت مختلفة. مثلا نعطي مثال، في هذه الدول عندما تجد 20 ممرضة أنثى كتلقى ممرض واحد ذكر، معناتها الميول ديال المرأة اختياراتها هي حرة، مفرض عليها التحد وما عبئها التحد، بالعكس مشينا في المساواة كفكر وبنينا عليه الجيل، باش ما يجيش واحد يقول لك لا التربية حق البنت نعطيوها الدمية ونعطيوها هذا، والولد نعطيوه هذا، والبنت نقولوا لا انتينا طبيعه تكون طبيبه، والولد نقولوا له لا. هادو مشاو في هذا البناء، وجدوا ان نفس العدد من المهندسين الذكور، 20 مثلا 20 مهندسين ذكور في مقابل مهندسة انثى، بل اكثر من ذلك نسبة النساء اللواتي اخترنا مجالات ستيم، ما معنى ستيم؟ العلوم التقنية، الهندسة والرياضيات، نقصت بدل أن تزيد. وبالتالي ملي هاد الدول دابا بحال هادو اللي مشاو في المساواة، كما قلت ماشي مساواة غير الفرص، مساواة دابا غاديين هما تيلحوا على مساواة في النتائج. ملي ما تدخلش النتائج خصهم واحد البيروقراطية باش نلقاو حل، باش داك النتائج إلا عندنا سبعة المدراء كبار الشركات الكبرى رجالة، إلا خصها المرأة يكون عندنا سبعة. منطق عقيم، منطق مريض، منطق مريض. صدقوني هادشي غادي يخرج على البشرية، وغادي يخرج على الفكر ديال المرأة إذا استقبلته هكذا بسطحية. قال
تيقول هذا العالم النفس الكندي الامر اكثر من الفوارق المرتبطه بالجنس. تتكلم على الفوارق بحال اللي تنشوفوا حنا الفوارق الفطريه. تتكلم على مثلا نموذج العدوانيه، العدوانيه الميل اليها متماثل بين الرجل والمراه، ولكن عند الذكور بالدراسات اكبر من الاناث. انا النهار الاربعاء اللي كان 8 مارس حضرت لواحد اللقاء ديال الاطباء كنديرها جمعيه ديال الامراض ديال الروماتيزم، وحضرت تبارك الله قام في المغرب ما شاء الله واحد المراه الله يحفظها اللي هي الاستاذه المكينسي رئيسه المصلحه الله يبارك لها في الصحه ديال امراه عامله ومراه كتشتغل بجد واجتهاد، فكتعطينا مجموعه ديال المعلومات كتقول لنا ان المراه تم القيام، هادشي علمي بدراسات على شكون اللي تيحس اكثر بالالم، وجدوا ان المراه تستشعر الالم اكثر من الرجل، وجدوا ان الهرمونات اللي عند الرجل الذكوره اللي هي التستوستيرون كتهبط هذاك المستوى ديال، وعند المراه وديك الشيء اختلافات كاينه. فما نبقاوش غاديين، الاعلام لا يتحدث عن الاختلافات، وهذاك الاختلافات لان الله الذي خلق الانسان خلقه ذكرا وانثى، وهذيك الفوارق ربي خلقها في الانسان. واش المراه تحيض واش الرجل تحيض؟ ابدا. المراه تحمل واش الرجل تحمل؟ ابدا. الهرمونات اللي عند المراه مختلفه عن الهرمونات الدماغ الطريقه يعني. فاذا مجموعه الامور بل وجد تحدث هذا الرجل على ان في متوسط الرجال يهتمون بالاشياء والنساء تهتم بالبشر وننفهم. لذلك كلفت المراه عندها واحد الدور اللي ما عندش الرجل وهي الامومه، وهذا اللي غدا فيه المسار. وهنا غادي نختم بواحد النقطه لان باقي لي 3 دقائق. النقطه اللي عندها لا يتحدث ايضا عنها الاعلام في هذا الشق ديال المساواه، حيت هذا هو خصنا نناقشوا الافكار. انا عرفت ندوه فكريه، خصنا نأطروا شبابنا ومجتمعنا.